عادية، كاع التلاميذ كيخدموا راسهم والوالدين كيتدخلوا مرة مرة، ولكن في مصيبة بحال هذه ديال كورونا واللي كتفرض على التلاميذ يعولوا على رؤوسهم، كيولي الدور ديال الوالدين فحال السرية ديال الخيمة، يعني بلا بهم ما كاين والو. ولكن الله يحسن العوان، فين هو الوقت؟ ما حيلتهم لخدمتهم، ما حيلتهم لولادهم، واش المعمول ملي طيحوا في شي حاجة خاصهم هما براسهم اللي يوريها ليهم أو ما قادينش عليها كاع؟ والصبر كيتقادى. داكشي علاش خاصهم ولد الحرفة اللي حافظ صوارو قدام التلميذ أو بعيد عليه، قادر ياخذ بيديه ويساندو باش يعول على راسو ويكتسب المهارات اللي تخليه عصامي في الحياة ديالو، يعني ولد الحرفة تبصح. إلا اتصلتو بالواتساب في الرقم 060-857-63-13 غادي تلقاو اللي برد لكم القلب، غادي تلقاو الأستاذ اللي تكاو عليه باش يبني معكم وليداتكم، خصوصا في الرياضيات، في الفيزياء وعلوم الحياة والأرض واللغة الفرنسية. ديروا يديكم في يديه وغتلقاو فيه الأستاذ اللي خاصكم، والأب اللي رافد همكم، والأخ اللي ديما في كتافكم.